اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تيفي في حلقه جديده من برنامجكم نسول الناس. كما كان معروف حكومه عبد الاله بن كيران كان فيها 39 وزير، اليوم نزلنا للشارع المغربي نسولوا المواطنين المغاربه الحكومه الجديده لسعد الدين العثماني شحال يبغيو يكون فيها من وزير. نشوفوا الاجابات ديالهم ونرجع لكم من بعد، ما تمشيو فين. بالنسبه لحكومه السيد رئيس الحكومه السيد سعد الدين العثماني، نفضل تكون تقليص الحقائب الوزاريه من 39 الى 32 حقيبه وزاريه. يمكن ندمجوا جوج وزارات في وزاره واحده باش يكون عدد الوزراء قليل ويكون عاوتاني نقص في الخلصه ديال الوزاره. شي واخا يديروا 100 وما غيكون والو، واخا يديروا 100 شي وزير 200 معاه راه ما كاين والو. لحقاش اخويا السويد الدول العظمى علاش تلقى الحكومه راه مكونه من 10 الناس والناس عايشين بخير، ما خصهمش خير، ما كاين لا شوماج لا والو. خويا راه شحال قلتي دابا؟ قلتي كاين شي 37 وانت تشوف الحاله. غاش الدور في المدينه غيبان لك بنادم معذب مكرفص ما كاين والو. يعني واخويا لو بدلوا الحكومه اش نتمناو؟ حنا عارفين ما كاين والو، ولكن اش نتمناو من الله؟ تكون شي حاجه غير شنو نتمناو؟ حنا عارفين ما كاين والو. الحكومه الجديده سواء كانوا فيها 39 وزير سواء كانوا فيها اكثر ولا اقل ما غتفيدنا بوالو، فهمتي؟ حيت فاش كان 39 وزير في الحكومه السابقه ما استفدنا منهم حتى شي حاجه، ما شفنا منهم والو. يعني ما بقاش في العدد ديال الوزراء، بقات في شنو غيديروا لينا؟ واش ما يكونوا اكثر؟ حيت باش يكونوا بزاف حيت المجتمع ديالنا ما كيرحمش. اول حاجه غتغير الوضعيه، الا كان وزاره اكثر غتغير الوضعيه بزاف كاع. واو يعني تنتمنى لولا بيتنا يكون يعني العمل ويكون واحد يعني تفاهم ما بين كل يعني الوزراء والحكومه تعطي الاكل ديالها. لابد يكون واحد يعني سبعه الوزارة هذا تيبان لي يعني. سبعه الوزارة على حسب الوزارات كنت يكون فيهم 10 وانا بغيت 10. الميزانيه كيديوها كامله بزاف، اللي جاي عمر كرشو بزاف سيطرو. رجعنا لكم مره اخرى مشاهدينا. كما شفتوا معنا في الاجوبه ديال المواطنين المغاربه كتختلف، بحيث كاين اللي كيقول باللي خص عدد الوزراء يبقى كما هو، وكاين اللي كيقول باللي خص عدد الوزراء يتقلص. بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه برنامجكم نسول الناس. نضرب لكم موعد حلقه جديده سؤال جديد، تبقاو على خير.